على بابك أنا وينتظاري بانتظارك. الله جابك والقدر ما هو اختياري ولا اختيارك. علشان أقرأ حبي في عيونك. وانتي حبك أنا خاشة بقلبي، خاشة على الناس. أنا ودي أقولهم إن أنتي حياتي، بس ماني قادر. خاشة على الناس بس مو عني أنا. أقول أنوار حبيبتي. قول. لحظة عبد الله، أنت وين قاعد؟ واقف عند الدريشة. صدق؟ واي وناسة ما صدق. شنو اللي مصج؟ لأن أنا بعد واقفة عند الدريشة. شفت شلون؟ القلوب عند بعض. بالنسبة لي لما سمعت صوتك وشفتك قاعد تقولين حكي حلو والجو بعد حلو، قلت لازم أبطل الدريشة. تصدق أنا بعد قاعد أطالع الجو قاعد أتذكر أيام اسطنبول. تدرين شنو ودي الحين؟ شنو؟ ودي أغمض عيوني وأبطلها ونكون أنا وياك بتركيا. حتى أنا كنت أفكر في اللحظة. قاعد أقول كان زين أنا وياك الحين في اسطنبول. شنو؟ ألو؟ ألو حبيبي وينك؟ عبد الله رد علي، إيش فيك؟ ألو؟ ألو؟ Thank you.
منو؟ أنا نوار. فوز. أنوار إيش فيك؟ فوز. إيش فيك؟ عسى ما شر. كنت أكلم عبد الله في التليفون وفجأة ما قام يرد علي. المشكلة إن الخط مو مسكر بس هو ما قاعد يرد. عبد الله إيش فيه؟ ما أدري. عبد الله إيش فيك؟ إيش فيني؟ ما فيني شيء. أنوار خرعتني. قالت لي كانت تكلمك وفجأة ما ترد عليها. إيه عبد الله، أنا قلت حق فوز إنك كنت أكلمك على الشغل وكذي وإنك فجأة ما قمت ترد. أنا وايد أسف، أنا خفت يكون صار فيك شيء فرحت حق فوز. إيه أنا كنت أكلمها والتلفون فجأة طاح من إيدي. يا حليلها أنوار، قعدت وايد تحاتيك، شكلها وايد تحبك. أنا راح أروح أجيب تليفونك من تحت على ذمكم. ليش ما احب قاعده بالمستشفى؟ انت ما تاخرتي، ما دقوا عليك؟ بلى، دقت علي رحاب قلت لها شوي راجعه. بس عبد الله ما اقدر، انا هم علي صحتك. شفتي شلون؟ لازم الحين ترجعين البيت. انت وايد عنيد. طلال؟ شفيك؟ تصدق الجو حلو؟ قلت أتمشى برا وأشم هواء نظيف، حاشتني القمتة شوي من البيت. صدقين حتى أنا حسيت بقمتة، قلت خل أطلع شوي بعد أتمشى. حياتي خلني قاعد؟ لا أنا بروح أريح شوي. إيه حتى وش تقولين حاسة بقمتة؟ أحب تروحين ترتاحين؟ ما علي طلال، الجايات إن شاء الله أكثر. عن إذنك وتصبح على ألف خير. تلاقين خير. سامحك يا طلال، بسبتك ما قدرت أروح ويا الشباب.
هذه وايد تأخرت. جبت لك تليفونك من تحت. سوري تأخرت لأن طلال شوية أخرني. تصبح على خير. وأنت من هنا؟ صوت طلال. يلا باي. التاليه معك ما ازعجته؟ من قال لك هذه موسيقى؟ ازعاج؟ لا طلال بس قاعد اجرب. شو تجرب؟ جاب لدراستك ابرك. يلا اخر زمن. وانا قلت صار يحب الموسيقى. طلعت كلها لويا علشان انوار. أنا ما أدري ليش أنتِ وايد متحفظة. يعني ما فيها شيء إذا أنتِ وعبد الله تزوجتوا. أحس كذي ما شاء الله وايد لايقين على بعض. فوز غير الموضوع. بليز سولفي لي شوي عن نشاد. كنت عارفة إنك تبين تغيرين الموضوع وأنا ما راح أضغط عليك. بس بالأول قولي لي وهش كان تسوي عندك أمس؟ ماكو، كانت متمللة وتبي تسولف. غريبة، وهش ما تيجي عندك الجناح؟ أكيد في سبب مهم. لا يعني إذا كانت هاي تبي تسولف في شيء معين ما مداها تسولف، ما مداها وصارت المشكلة. بس أنت ليش قاعدة تقولين كذي؟ حاطة في بالك إنها تبي تقول شيء معين؟ لا ماكو شيء، بس حسيت إن وهش قاعد تخطط حق شيء وايد مهم. مو عجبتني هاليومين. تخطط حق شيء مثل شنو؟ بعدين أقول لك. لا ترى أنتم مو طبيعيين. يعني شنو هالتحفظ اللي أنتم فيه؟ إيش دعوة؟ وايد أمور غامضة. يعني ليش كذي متحفظين؟ إيش فيه؟ إيش دعوة كل هالحكي؟ هذا كله عشان قلت لك وهش قاعد تخطط حق شيء؟ لا مو بس سالفة وهش. وايد اشياء ثانيه ماني لقيت لها اجابه وما حد فيكم قاعد يجاوبني عدل. ايش مثله يعني؟ مثلا نشاد. نشاد مع ابوي يشتغل معاه سنين، مو سنه ولا سنتين. من يطري في باله انه واحد يشتغل عنده عمر وكل هالمده بيوم وليله يذبحها؟ حبيبتي هذا الطمع وما يسويه. الطمع من شنو؟ انت بروحك تقولين ان ابوي كان كريم وما كان يقصر وياه. زين تقوم تذبحها ليش؟ خلاص بوق الفلوس واطلع. حبيبتي انوار عمي الله يرحمه كان وايد كريم، وهذا نشاد بالذات عمره ما قصر معاه. بس الظاهر لما شاف المبلغ عود بالجناح دلت نفسه وخاف ان احد يشوفه وقتله. ابي افهم، نشاد الحين شاف الفلوس فجأة خطط قال خل أذبح وأبوك، ولا كان مبيت النية من قبل؟ السم من وين يابا؟ كان حاط في باله قبل بجهز السم بيصير فيه فلوس لازم أذبح؟ شنو فيه؟ إذا ليش ما أذبح؟ هو بحمام السباحة كان خلاص ياخذهم ويمشي. الحين حبيبتي أنت مو عرفتي السالفة، والمجرم خذ جزاته. بعدين هو كان خاش السم ولما صارت السالفة حط له. الحين تقولين خاش السب وبعدين لما صارت السالفة حط له، شلون؟ توش قاعدة تقولين كلام عكس، توش قاعدة تقولين شاف الفلوس وخلاص فجأة أذبحها. أنت شفيك اليوم وايد مركزة على الموضوع، شطاري. من حقي، من حقي أركز، من حقي أسأل، من حقي أعرف،
اللي انقتل مو أي واحد، اللي انقتل أبوي. بالحقي أعرف كل شيء وأعرف كل التفاصيل. أنا حتى لو ما كنت شايفته طول عمري بس يظل أبوي. على فكرة فوز، ترى في أسئلة أكثر من هذه ودي أسألك عنها، بس أحس إني منحرجة منك وما أقدر أقول لك إياها. أسئلة مثل شنو؟ يعني أبوي ليش ما كان معترف فيني طول هالسنين؟ Yeah, اللي عارفه ان هو كان يبي ولد، واكيد في خلافات ثانيه بعد. صراحه شيء ما يدش العقل. فوز شلون تصدقين اكو واحد بهالزمن يهجر مرته وزوجته علشان ما جابت له ولد؟ زين سألي امك بهالموضوع. كلها تجاوبني نفس الإجابة، ما قاعدة تقولي لي أبي، ما قاعدة تقولي شيء ثاني. أنوار أنت تشتبين الحين؟ ما أبي، بس إجابتكم ثلاثتكم مو مقنعة حقي. شيء ما يرد، يعني مو من صدقك. قوة. هلا. حنان صح؟ اي حنان. ممكن اقعد؟ قعدت وخلصت. نعم خير اخوي، ايش تبي؟ بعدين من وين تعرف اسمي؟ ما شاء الله كل هذه اسئله حبي. اقصد انا رفيج فهد. اي بس جيت اقعد وياك على ما فهدي لانه شويه مشغول. ما شاء الله. ليش هو دازك عشان تقعد معاي؟ خل اشرح لك السالفه. لحظه حنا، خل اتكلم. تشرح لي شنو بالضبط؟ بعد ما اعطيك فون عشان ترد علي؟ صدق ما تستحي. لا حنان السالفه مو كذي. حنان طلال، ايش فيك قاعد تطالع لي كذي؟ لا ماكو، بس انت وايد متغيره عن قبل. بالعكس ترى والك. انا لاني متغيره ولا شيء، ترى والك. انا اول ما جيت الكويت يمكن كنت في مرحله استكشاف، ابي اعرف شخصيه كل واحد فيكم. والهل عاد عرفتي لنا؟ نوعا ما اي. بس للحين في وايد تساؤلات في بالي عن وفاة أبوي، ودي أعرفها. وشنو هالتساؤلات هذه؟ عاد أنوار اليوم وايد قاعد تسأل. وش عنا تسأل عاد؟ إيش فيكم؟ ما جاوبون؟ عن موت عمي. هذه ما يبي لها سلة. أجوبة معروفة. للحين يعني الموضوع التحقيق والمحامي لا زال قاعد يبحث، بس اللي عرفناه واللي احنا متاكدين منه
إن في طرف ثاني له إيد في الموضوع. إيه؟ وهذا الحكي اللي قاله المحامي. في شريك بالجريمة وفي طرف ثاني. بس منو؟ كلام المحامي عدل. في طرف ثاني بالموضوع مستفيد. بس يا ترى من الطرف الثاني هذا اللي مستفيد من هالشيء؟ منو؟ فوز، ما تبي تروح المكتب تكمل شغلك؟ طلال ايش فيك؟ قاعده مع انوار. ما علي، انا هم بعد ابي انوار، عندنا وايد شغل متراكم في المكتب. بعد اذنك انوار، اسمحين. تفضل. من صدقك انت؟ صدق ما عندك سالفه؟ شلون رحت شفتها؟ ايش فيك فويز؟ اقول لك زعلت يوم شافتني. وانا قايل لها انك بتاخر. فهمني شنو صار؟ انت رحت شفتها؟ هي طلبت مني اني اشوفها على اساس ان انا انت او صورك انا. ايش قاعد تقول انت؟ لا انت مو صاحي، فيك شيء، مو فاهم شيء منك، فهمني. والله شكلك ما راح تفهم السالفه. خلاص اصلا انا اجيك وافهمك. انا ما افهم؟ يلا تعال تعال وفهمني. يلا فهم الله. أنوار، كان عندي موضوع أنا من أول ما جيتك كنت بكلمك فيه، بس ما صارت فيه فرصة. تفضل قولي اللي بتقوله. وأتمنى بعد ما تفهميني غلط. لا، ليش إن شاء الله أفهمك غلط؟ أنت عارفة إن أنا إيش كثر حريص على الشركة وعلى الشغل، وإيش كثر كنت أقرب واحد لعمي وكان يثق فيني. وأنا بعد أثق فيك. شو اللي تبي تقوله؟ لا تزعلي مني، أنت يبي لك فترة على ما تفهمين الشغل. وشوفت عينك الشغل تراكم علينا. وأنت على ما توقعين كتاب يبي لك على ما تستشيرين وعلى ما تدرسينه وعلى ما تفهمينه. يلا توقعين. طبعاً هذا من حقك، من حقك. بس هم بعد بنفس الوقت يعني في عندنا أشغال تراكمت. وفي كتب قاعدة تجي بصفة الاستعجال ونبي نوقعها. طلال، بلا مقدمات. دش بالموضوع على طول. أنا اللي بقوله طبعاً هو من مصلحة الشغل، يعني بالدرجة الأولى. يا ريت تسوي لي توكيل إدارة كمدير عام للشركة وتحت إشرافك أنت. طبعاً أنا ما بردك الحين. أخذي راحتك، فكري. تذكري ان اللي قلته كله لمصلحة الشغل. بعد اذنك. هالمشكلة الامر صعب. قبل ما يتم تحقيق مع المتهم. بس في احتمالات واردة. مثل شنو؟ قد يكون محرض الجريمة هو اللي حرض الخادم على القتل. وهذا ليش محرضه عشان يذبح عمي؟ أنا صدقت الاحتمالات كلها. أكيد في خلاف شخصي بينه. يا يمه خلاص يا حبيبتي، وين رايحة؟ نطري. بدير خلصني، تعال وحاجي كان هناك بالسيارة. يا وين نروح يا يمه؟ تسوي لنا مشاكل احنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، وايش كثر طحين؟ اوه المرة طالعة ومع جنطة سفر، وين رايحة الأول؟ كيفي، ما حدا شغل فيني. شنو كيفي؟ وين رايحة ومن بمره؟ عشتو من بمره، بمر نفسي. ردي علي عدل دام النفس عليك طيبة. عشتو والنفس طيبة الله يخليك، ما ادري ايش تبي تسوي فيني. أقول 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 ترى أنا أعطيتك وي، روح 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 جاب الشاذية اللي عندك، روح. يلا يا بدر خلصني، بتخلصني بترديني ولا لا؟ يا يمه يا حبيبتي ما يصير، ردي على ابوي قولي ليش بتسوي، خليه يفهم. دير كلمها يا اخي تردي علي لا اوريها الوجه الثاني. والله صج اول مره ادري ان عندك وجهين، راوني الوجه الثاني شنو بالله. يمه ما يصير، يقول حق ابوي انك بتروحين. يا يمه خليه يفهم، لا حول ولا قوه الا بالله. ايش فيك الله يهديك؟ بروح دبي. دبي؟ ايش بتسوي بدبي؟ كيفي كيفي، بروح انا ويا رفيجاتي.
عندك مانع؟ أول مرة تسوينها تروحين مع رفيجاتك وتغيرين جو، ايش عندك؟ ايش السالفة؟ خلاص يبا خلها خلها تروح وتغير جو، الحين تطول بالك لا تعصبون، والله تصرخ والجيران يتلمونهم علينا خلاص. دير شوف خلصتي، إذا ما تبي تتحرك أطلب تاكسي أخليه هو اللي يوصلني، بتروح ولا لا؟ خلاص هي ما بوديك بس لا تصرخين، ايش فيك الله يسلمك؟ خلص يلا عاد ترى ذبحتوا النار بربع زايدة. ودها ودها فكنا من شرها ودها. والله قالت فهم معاك بعدين وياه. ودها البيت بيرتاح من غيرها ودها. خلاص خلاص بروح رايح رايح الله يسلمك. أنا اللي بغير جو هني مو هي، خلت روح يلا. روح يا معود ما تعصب عليك. ها حبيبتي طلبتيني؟ اقعد. خير؟ ايش فيك؟ حبيبي انت في شيء خاشه في قلبك وما تبي تقول لي اياه؟ شيء؟ شيء نفسه؟ ايش فيها ايدك قاعده ترتعش كذي؟ لا ما فيها شيء، يمكن انا من الصبح انا مو متريب وما قلت شيء. ليش بصيتك؟ عبد الله ليش ما خليت الدكتور يفحصك؟ عبد الله انت فيك شيء؟ لا تكلمين الموضوع ما فيني شيء. عبد الله عليك الله لا تخش علي. قول لي. خلاص بعدين ادفع. انظرني بي معك بسيارتك. بس ترى عيب هالتصرفات من فهد، ليش يعطي رفيجة التليفون؟ صاير بينكم شيء؟ لا كلش، اصلا كنا متوعدين ان نشوف بعض. غريبة، زين جربي دقي عليه فهمي لنا الموضوع. انت من صدجك؟ ايش افهم؟ داز لي رفيجة، اشكره يعني واضحة ما يبيني. لك ويه تدق بعد؟ والله ما ارد لو تموت. زين جربي ردي. انت من صدجك؟ مش شيء. ترى طلال سبقنا البيت. وإذا يعني طلال سبقنا شنو يعني؟ شنو شنو يعني؟ أنت تدري إذا طلال شافنا مع بعض إيش راح يسوي، صح ولا لا؟ عبد الله ترى إحنا لازم نتزوج علشان طلال لا يتدخل بحياتنا. ايش فيك وقفت؟ عبد الله ليش ساكت؟ انا صراحه تفاجأت. من شنو تفاجأت؟ عبد الله ليش كل ما قاعد اكلمك في موضوع الزواج كذي انا ماني فاهمتك؟ يعني ليش ما تبي الحين الا اذا لا يعني ما يعني احس الوقت مو وقت احس الوقت مو مناسب يعني. عبد الله الحين كل ما اجيب لك طاري الزواج تقعد تقول لي الوقت مو مناسب؟ ما تشرب وين تبي تروح؟ ما راح تحرك من هنا عبد الله الا احنا حاسمين الموضوع. انوار يعني انت تدري انا يعني ودي اتزوج اليوم قبل باكر، من ايام اسطنبول كنت اقول لك. بس احس الوقت مو مناسب الحين عشان اتزوج. شوف عبد الله أنا وايد قاعدة أكلمك في الموضوع هذا، وما أدري ليش أنت قاعد تتهرب ولا قاعد تعطيني إجابة، وأنت تدري إن هذا شيء في صالحي وفي صالحك. قاعد أحس نفسي كأن أنا قاطة روحي عليك. حبيبتي أنت مو قاطة روحك علي، أنا وايد أحبك وأنت تدرين بهالشيء. بس الحين الوقت مو مناسب يعني ما أقدر أسوي شيء. راحي شعوري عاد. احسن لك كذي انصت؟ انا قايل لك قول لها الصدق، احسن لك كذي انكشفت الحين؟ يلا اخذ.
يا فوز بلي يرحم والديك فكنا من هالسيارة خلاص اللي فيني مكفيني. أنا بعرف أنت ليش ما قلت لها الصدق؟ شلون كنت طرش صوري؟ لأني جيكر. يعني ليش مطرش صورك؟ لا تقترب نفسك وايد خلاص أنا غلطت وهي زعلت والحين أبي حل. بس يبا ما كلها تخلي البنت خلها بطريقها وبعدين لا تسوي أكشن تقعد تقول يا حبا وما شنو خلها تروح فل منها. صدق ما منك فايدة. أنا أقول لك صيد لي حل تقول لي خلها بطريج وأنت بطريج. بس خلاص أنا عندي حل. شنو؟ ما كل أنت تروح تقابلها؟ إيه؟ وتكلمها وخلاص ترجع الأمور. هاي بانا مالي شغل فيك بعد حل أمورك بروحك. أهلين طلال. هلا. سوري تأخرنا الطريق برا كان وايد زحمة. عن إذنك. سافت هذه. شوية من نفسه. شفيش قاعدة تطالعيني كذي؟ إيش تبين؟ ما بي شيء. إيه خلاص لا توقفين وتخزين ليش دارج؟ أنت تبين شيء مدام؟ ما بي شيء. ها شا الخز؟ فيها ايدك قاعده ترتعش كذي؟ لا ما فيها شيء يمكن لان من الصبح انا مو متريب وما قلت شيء. اقول ميري حبيبي هذه ماما سافر مو موجوده ياخذي راحتك المطبخ ملكي تحت امرك ابيك اليوم تسوي لنا باستا زين؟ مع حكوك زين؟ حبيبي سلام يبا. هلا واجد بنيتي هلا. يبا صدق امي سافرت؟ تسوي روحك ما تدرين؟ بلا ادري، بس ليش سافرت؟ هذيك كان سالتيها. سالتها وقالت بتروح دبي ويا رفيجاتها بس انا ما اقتنعت. الظاهر امك هذه ين طقت فيوزاتها ما منها فوت مو لي. بدر. هلا. امي صدق سافرت؟ استعبطين انت، مو كلمتيها بالتليفون؟ كلمتها بس ما اقتنعت، انت مقتنع؟ والله عاد انا اقتنعت ولا ما اقتنعت، شو اللي بيتغير يعني؟ عن اذنك يبا. هلا سعود. هلا حبيبي سعود. هلا بالسلطه كلها. من صدق هذيلا؟ انا اللي غلطانه، اروح بيت ريلي وايد ابرك. شوي يلا سوي الحين هاج حط اصبعك اصبعك لا لا شي 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 حطيني اعطيني 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 اقول لك اعطيني اعطيني شوي شوي تعالي هي 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 يا هال انتو ياسمينة روحي داخل ياسمينة 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 قومي قومي لا تخافي قومي ياسمينة طلع الدم ياسمينة ياسمينة صاير طلال عسى ما شر
انت العسى ماشر الحمد لله على السلامه. وين كنتي؟ كنت ببيت ابوي ورحت السوق شريت شويه اغراض ضروريه. الله بيت ابوك عند ابو الخدم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ما عندك غير هالسالفه طلال؟ خلاص. لا ما عندي غير هالسالفه. ايش عندك؟ ولين انا اقول اكسر الشر احسن، ترى طوفت وايد. شو طوفت وايد؟ انا اقول انت اقصر اي شر وروح دشي داخل ذلف عنوي. يلا طبعا تبي تاخذ راحتك ويا ست الحسن. تعالي 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 ابي اخذ راحتي مع ست الحسن. ها يلا ذلفي داخل. يا رب الله يسهل عليها، كسر خاطر ياسمينة. هي مشكلة ضاحت على راسها. الله يستر. واي قهرني طلال ولا عمه مسكين رحاب. أنا ما أدري إيش في هذا، كله يعصب على الفاضي. عد أخوك. الله يستر، بس إن شاء الله ما يكون فيها شيء. يا رب يا رب. عفي سرع شوي. كاني. ماشي دكتور، شلون حالتها؟ دكتور الله يخليك طمني على بنتي. احنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا، وان شاء الله يعدي 24 ساعة ربنا يشفيها بإذن الله. حبيبي انت اوكي؟ رحاب خربت البيت، قعدتنا هني ما لها داعي. ما اقدر، شلون تبيني اروح واخلي بنتي هني؟ رحاب ما عليه، خلينا كلنا نمشي، فايز يقعد عندها. اجل كرام، عبد الله خلاص انت روح وانا موجود. اي والله انا وايد تعبان، اذا صار اي شيء كلموني. يلا مشينا. مشينا يا نفوس. ما عليه ما عليه رحاب، ذكرى يلا. إن شاء الله كل شيء أوكي، ما أقول لك الخير. يا رب، يا رب يطمني عليها يا رب. وهيك، شو فيك؟ صاير؟ شنو اللي ردك؟